السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس، ومساكم الله بالنور والسرور على قناتكم قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7. ويا مساء النور والسرور والياسمين عليك يا مروة. يسعد مساك عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا تابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اليوم عندنا مواضيع متعددة إن شاء الله بنتناقش فيها ويا بعض، تقريبا بنخلص اليوم الساعة 8 و10 دقائق بإذن الله. يوم الاثنين حلقة شوية صغيرة لأن عندنا برامج برامج ثانية إن شاء الله بعد البرنامج هذا. دوما خلوكم على قناة الفجيرة ولا تروحون عنها بعيد. صح، تعرف شو صار في أبوظبي؟ لا والله. تستضيف إمارة أبوظبي المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية اللي تنظم المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، متمثلة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة مركز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك في 19 من يونيو الجاري في فندق ساند ريجنس الكورنيش، وبمشاركة عدد من الأطباء المختصين في مجال الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة يا عبد العزيز. نعم يا مروة، وهذا اللي أكده محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي أهمية الدائرة الذي يعمل على منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المبذولة في إرساء منظومة الصحة في أبوظبي وعلى العمل على تطويرها بشكل كبير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وقال محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي أن تطوير مستويات الأداء في المراكز الصحية الأولية من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط على المراكز التخصصية والمستشفيات، وذلك من خلال علاج النسبة الأكبر من الحالات في المراكز الرعاية الصحية الأولية في ظل الاهتمام المتنامي بطب الأسرة وزيادة عدد الأطباء المواطنين المتخصصين في مجال طب الأسرة. وكذلك كما يشتمل برنامج المؤتمر الذي تمت معادلته من دائرة الصحة بما يساوي 7 ساعات تعليمية معتمدة على إلقاء العديد من المحاضرات وأوراق العمل التي تركز على خدمات الرعاية الصحية الأولية. شو رأيك عبد العزيز تخبرنا شو في عنا في حلقتنا لليوم؟ معنا اليوم تكريم الفائزين بجائزة العويس الإبداع بدورتها 26 التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم مساء اليوم، وأيضا مشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في بطولة الاتحاد الدولي العالمية للدراجات المائية في إيطاليا، وخلك شنب فيلم إماراتي في صيف 2019 إن شاء الله، وأيضا توجه الشباب في الإمارات نحو مجال النشر يا عبد العزيز. إن شاء الله بتكون حلقتنا اليوم مميزة وجميلة من العناوين واضحة ما شاء الله. دوما وبإذن الله اليوم بعد يوم مختلف، شو راح نبداها اليوم إن شاء الله؟ الحين بنروح لتكريم الفائزين في جائزة العويس للإبداع في دورتها 26 يا عبد العزيز. والتكريم الحين الساعة 7 مع بداية حلقتنا، وسبعة ونص يعني بعد نص ساعة اليوم. إن شاء الله تعالى، واللي تحت رعاية معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع. نعم، للمزيد من التفاصيل عبر الهاتف ويانا الآن مباشرة الأستاذ علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ورئيس اللجنة الإعلامية. هلا مرحب فيك أستاذ علي. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، رحب فيكم وكل مشاهدي تلفزيون الديرة. يا هلا فيك أستاذ علي، خبرنا عن جائزة العويس للإبداع في دورتها 26 واللي بتنطلق اليوم في الساعة 7:30 إن شاء الله. أولا أشكركم على الاهتمام بالأنشطة الثقافية في دولة الإمارات بشكل عام وفي ندوة الثقافة والعلوم بشكل خاص. الحقيقة أن جائزة العويس الإبداع التي ستنطلق بعد قليل سينطلق حفل تكريم الفائزين بدورتها 26 هي جائزة من جوائز ندوة الثقافة والعلوم التي تقدمها منذ تأسيس الندوة عام 1987. الجائزة الحقيقة تأسست بالضبط أو بدأت بعد تأسيس الندوة وتأسيس الندوة ب3 سنوات عام 1990، وبتبرع سخي الحقيقة من رجل الأعمال المعروف المرحوم سلطان بن علي العويس الذي خصص جوائز هذه الجائزة وأنشأ لها وقت خاص لتمويل هذه الجائزة، والحمد لله على مدى 26 دورة الماضية من هذه الجائزة استطاعت أن تقدم الحقيقة خدمات كبيرة للثقافة وللأدب والبحث العلمي وللفنون بكل أشكالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اليوم الحقيقة تكرم يعني كوكبة كبيرة من المبدعين في دولة الإمارات. أستاذ علي، ما يميز الجائزة السنة هذه عن السنوات الماضية؟
يميز هذه الدورة الحقيقة من الجائزة أولا كثرة عدد المشاركين، يعني في مجال البحوث فقط لدينا أكثر من 40 باحث شاركوا في فئة البحوث العلمية والاجتماعية في الجائزة، وكلهم حقيقة أكاديميين من جامعات مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يميزها أيضا أنه تم رفع القيمة المادية لبعض فئات الجائزة لتحفيز المبتدئين على المشاركة فيها. جميل جدا، شكرا لك أستاذ علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ورئيس اللجنة الإعلامية، شكرا جزيلا لك وبارك الله في جهودكم. العفو وكل الشكر. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا، ويانا الحين يا عبد العزيز أصغر ناشر في الوطن العربي. طبعا إصرار الشباب على التحدي والوصول إلى أحلامهم هو الدافع اللي يدفعهم دوما تحقيق أحلامهم. نحن في أرض الإمارات اللي داعمة للشباب دوما، فما بالج بعيال زايد اللي عندهم إصرار. خلونا نعرف أكثر، معنا في الاستوديو هنا علي المرزوقي أصغر ناشر عربي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، هلا ومرحب فيك. كيف أمورك؟ والله الحمد لله تمام. مروة شو رأيك، نحن قلنا له لازم يسوي لي أنا وياك واسطة ينشر لنا شيء كتبنا. المفروض أنا عندي رواية بنشرها، وعبد العزيز اكيد قصايد شعر. لا وين مو بشعر. ما شاء الله شاعر. خلاص اكيد عندنا نحن لجنه قراءه في الدار وكتاب كما مر عليها ياخذ من 3 إلى 5 أسابيع، واذا اجتاح لجنه القراءه وحصل على الموافقه اكيد راح ننشر. ما بتسوي لنا واسطه يعني؟ لازم فيتامين واو. فيتامين واو. خلاص يعني امورنا طيبه. انا امورك طيبه. صحيح. زين خلينا نتكلم نبذه عن دار النشر اللي انت صاحبه، اللي هو هو مدار. مدار النشر والتوزيع. نعم. تعتبر دار شبابية. الافتتاح الرسمي كان تاريخ 24/4/2019 في معرض أبو ظبي للكتاب. حاليا عندنا 17 إصدار متنوع، وإن شاء الله في معرض الشاذة راح يكون عندنا إصدارات أكثر. عندنا فريق عمل متكامل أسميهم ذراع اليمين، أصحاب خبرة، في عندنا أصحاب خبرات عالية وطويلة المدى وأصحاب خبرات جديدة من ضمنهم أنا. ما عندي خبرة طويلة في النشر، أو يمكن أنا جديد في مجال النشر. أنا كنت كاتب قبل ما أكون ناشر. ما شاء الله. كتابي أصدرته في 2016 اللي هو القليل من فلسفتي. كان يعتبر كتحدي بيني وبين القراء أن أنا أصدر دار نشر، والحمد لله أصدر دار نشر والحمد لله رب العالمين. إنزين شو كان الدافع علي من أنك تفتح دار نشر وإنشاء دار النشر هذه في سن صغيرة؟ يعني أنت بعدك ما شاء الله يعني صغير وايد، وتقول أن نشرت كتاب في عمر في 2016، يعني كان عمرك 16 سنة تقريبا. 17 سنة يعني وايد صغير. إنزين شو الهدف أو شو الدافع؟ هو أول شيء أنا إنسان الإحباط هو اللي يشجعني. كيف الناس اللي تحاول تنتقدني هم اللي يشجعوني، هم يرفعوني فوق. فحتى عنوان كتابي سووا عنده حافز. تحدي هذا اللي دوما ملهم للناس فعلا، ان لما الناس تنتقدك ولا تقول لك انت ما ينفع ولا تقدر توصل، لا انا وصلت وشوفوها، ترى انا راويهم وراويهم ان انا اقدر. نعم. بعض الأحيان مفروض الشخص يتعرض لبعض الضغوطات علشان يطلع الشيء الحلو اللي فيه اللي ممكن أنه يقدم أو يفيد المجتمع. فأنا حسيت أن أنت فعلا فدت المجتمع، وكان عندك رسالة للشباب أن أنت أصبحت شخص ناجح. الحمد لله. هو حتى عنوان الكتاب القليل فلسفتي كان رد على الانتقاد. أنا لما كنت أنزل البوستات في انستغرام تحت كل بوست كنت أكتب خاطرة، فكانت التعليقات كلها فيلسوف فلسفتي فلسفة دوما ربانا دوما كذا دائما كذي. لا لا كتب شيء عن خاطره ولا شيء ما خلوه في حاله. فأنا رديت عليهم قلت لهم قليل من فلسفتي بعدكم ما شفتوا شيء، خلاص راويكم أنا كتابهم. بس في خبرات لازم الواحد يعني يكون يمتلكها إنه يحط دار نشر، يمتلك دار نشر. أكيد. أنت ما شاء الله عليك 20 سنة زين وعندك دار نشر، ممكن مش 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 الخبرات مش لازم تكون بالعمر، انا اتفق معاك يعني عادي شخص يكون 17 سنه لكن يمتلك خبره، شخص عنده 40 سنه الخبره. صح. اللي عند عنده 40 سنة. نعم. بس كيف اكتسبت الخبره هاي اللي اهلتك انه يكون عندك دار نشر؟
شوف، هو أول شيء أنا جديد في هذا المجال، وما أقول إن عندي خبرة سابقة في المجال هذا، أنا كان عندي خبرة في مجال الكتابة والتأليف. حاليا مجال النشر وقطاع النشر بالتحديد أنا جديد في هذا المجال وقاعد أكتسب الخبرات. أنا كل معرض أشارك فيه أفيد الناس، أفيد القراء واستفيد منهم، أشوف شو اللي يبغونه، أشوف احتياجات الكتاب، أخذ وأعطي معاهم سواء كانوا كتاب قراء أو حتى فريق العمل اللي كنا يعني اللي موجود في مدار النشر والتوزيع. دائما إحنا نشوف نقاط الإيجابية والسلبية، طبعا السلبية قبل الإيجابية عشان نصححها ونجتازها يعني في المعارض الجاية. نعم. حلو. أنا عندي سؤال. تفضل. دار مدار للنشر اللي أنت الحين مستلمها، إذا كان عندكم كتاب أو أحد ناشرين أول كتاب له، شو هي المعايير اللي تقبلون على أساسها هذا الكتاب علشان تنشروا له أو تطبعون له؟ هو أول شيء لازم يطرش الكتاب على الإيميل. أوكي. الكتاب لازم يكون أقل شيء 12,000 كلمة. 12,000 كلمة عبارة عن تقريبا بصورة مقربة كم من صفحة؟ 120 صفحة. أوكي. والكتاب لازم يطرش بصيغة وورد على الإيميل. نعم. ياخذ من 3 إلى 5 أسابيع في لجنة القراءة. نعم. هم يقرون الكتاب، يشوفون إذا قابل للنشر ولا لا، يشوفون إذا يحتاج تعديلات. بعدها يطرشون الإيميل للكاتب أو المؤلف بالموافقة أو الرفض. نعم. وحتى إذا كان عندنا إحنا الرفض، إحنا نطرش الرفض مع الملاحظات أن غير هالأشياء عشان إحنا نوافق على الكتاب. ممتاز. بس كونك دار نشر لازم أنت توازي بين المكسب المادي، يعني أنت ما فاتحنا جمعية خيرية تنشر لأي واحد، في لازم يكون في دخل مادي حتى أنك أنت تستمر وتكبر. كيف تقدر توازن بين الدخل المادي كونك أنت جديد ولسه شاب؟ يعني هو شوف، هذا مشروع اقتصادي أدبي يعتبر. نعم صحيح. هو فكر مدار النشر التوزيع أدبي قبل لا يكون اقتصادي أو تجاري. هو تكلم عن الاستثمار، أنا أستثمر الثقافة قبل ما أستثمر المادة. ممتاز. بس أنت تقدر، يعني لو أنت قاعد تخسر هل تقدر راح تستمر لسنوات؟ هو أكيد أنا ما بفكر بأي شيء يعني خلينا أدخل مجال الخسارة. أنا قاعد أسوي كل اللي أقدر عليه وفي نفس الوقت عشان ما أكون أنا خسران. نعم. بس نفس ما تقول أن تركيزي الأكبر أن على الأدب المحتوى، أن أهم شيء الكاتب القارئ لما يزخ الكتاب ويقرأ يستفيد من الكتاب اللي يقرأ، توصل له رسالة، في الفكرة تكون راسه في مخه. وعندنا إحنا بعد في مدار نشر التوزيع مو بس المشاركات في العرس الثقافي ومعارض الكتاب، نحن عندنا دوافع ثانية، وعندنا مثلاً إيفنتات نقدمها. في إيفنت قدمناه بعنوان فوق تحت، نفس جلسة حوارية وجلسة شبابية نكتشف المواهب اللي موجودة. ممتاز. وأعلنت وقتها في الجلسة أن نحن نستقبل كل الأعمال الفنية واللوحة الرسمية وأي الأعمال اللي موجودة من المواهب عشان نشارك فيها في المعارض الخارجية. خلاص. مروة تحتاج ترسل على الإيميل ولا ممكن مشيلها رواية ما لا أنا الحين في فيتامين واو قلنا فيتامين صح؟ ما علي؟ أنا على طول يعني نرسلها على الخاص. أنت الحين كم تدفعي لي أنا أساس أنا أكلم علي مدير أعمالك؟ كلنا واسطات ويا بعض. كوني أنا مدير أعمالها يا جماعة الخير. خلاص الموضوع عندك. الموضوع عندي؟ أي. خلاص. إنزين. ودخلوني في اللجنة إن شاء الله معاهم بعد. على فكرة يقولون إن هو ما في عنده واسطات، الشخص الناجح واللي فعلا كاتب أنتم بتنشروا له صحيح، ما في أي فيتامينات. هو عندنا نحن في نظرية أو في مبدأ نحن نمشي عليه، أن الكتاب إذا ما شاف النور ما راح يتعلم من الأخطاء. الكاتب إذا كتابه ما شاف النور ما بيتعلم من أخطائه. صح. فلازم الكتاب يشوف النور، هو قاعد مع القراء يتعلم من أخطائه. أنا في كتابي قليل فلسفتي نشرته في 2016، بس عدت نشرة مرة ثانية في 2019. نعم. بصيغة ثانية. لو أنت تمسك كتاب 2016 و2019 تشوف اختلاف كبير بينهم. ليش الاختلاف؟ تغير طريقة تفكيرك خلال السنوات اللي مرت؟ مو بس طريقة تفكيري، حتى القراءة. أنا ما كنت أقرأ في 2016 يوم أصدرت الكتاب، ما كنت أقرأ. ما كنت أقرأ. معقولة كتبت كتاب وما كنت أقرأ؟ أهي الحين الحمد لله يوم رديت صدرته مرة ثانية كنت أقرأ. فطبعا ما أنصح أي كاتب أن يألف كتاب بدون ما يقرأ. صحيح. لأن أنا بديت أقرأ عقب يست أقرأ كلمات اللي كنت كاتبها في البداية، كنت قاعد أقول أنا شو كاتب، ما كنت أرضى أن الكتاب مرة ثانية ينزل في السوق. لين ما حذفت كل الكلمات، عدت صغتها من أول جديد، لقحت الكلمات، الحين أحس صدق أن الكتاب يستحق النشر. بالقراءة أثريت مفرداتك الموجودة عندك. إنزين منو تقرأ أكثر شيء؟
كتب مترجمة أكثر شيء. منو أكثر شخص تحس أنه فعلا يوم قريت لحسيت أنه غير شيء فيك أو غير طريقة منظورك للحياة أو منظورك للكتابة؟ منظوري للكتابة هو شوفي أنا الكتب اللي قريتها مو عشان أنا تتأثر فيها حياتيا، أنا قريت الكتب روايات رومانسية وفي كتب تطوير ذات. نعم. حتى أنا كنت أقرأ الكتب عشان أخذ المصطلحات القوية، المصطلحات في اللغة العربية القوية. نعم. حتى مرات لما أقرأ القرآن أحب أعرف معاني الكلمات، فأستخدم الكلمات اللي موجودة في القرآن في الكتاب. نعم. علشان لما واحد يعني يقرأ الكتاب يشوف الكلمة يقول إن هذه مرت عليه قبل. نعم. وكلمات اللي تكون في القرآن يعني في كلمات الفصاحة اللي هي الفصاحة فيها تكون وايد قوية تحتاج الشخص يحتاجها. لكن مثل أنت ما ذكرت إن ما في كتاب معينين إنك أنت تقرأ لهم على طول، لا أنت بس تقرأ مجموعة من الكتب على أساس إنك تكتسب فيها المعرفة والطريقة اللي إنك كيف ممكن تقدر تكتب. بس أنت ذكرت نقطة يعني إن كتبت كتاب وأنت ما كنت تقرأ. أي معقولة؟ صح يعني وفي عمر وايد صغير يعني ما شاء الله عليك، يعني شجاع ما تخاف. حد شجعك في المدرسة؟ أحس إن في كلاس التعبير صح اللغة العربية في كلاس التعبير حد شجعك؟ صراحة لا، الكل كان ينتقدني. حتى يوم بديت أنا أكتب أو عقب ما ألفت الكتاب أكثر الناس كانوا يبتعدون مني، كانوا يقولون إن هذا قاعد يسوي جو لنفسه، ضربت معاه بالحظ، او نفس ما يقولون كان في هبه طالعه ان كل حد او كل من هب ودب صار كاتب، او كانوا يسمون عليها او يطلقون عليهم لقب اصحاب الاصدار الوحيد. نعم. ان ينزلون كتاب واحد وانتهى الموضوع خلاص. وانا متعمد كنت انزل كتابي الثاني بنفس العنوان. ليش؟ عشان امسح الكتاب الاول. الكل كان ينتقدني ليش مسحت الكتاب الاول او ليش نهيته من الوجود، لان انا كعلي جابر المرزوقي ما ارضى ان شيء بهالمحتوى ينزل باسمي انا. اذا انا ابغى اكون انسان ناجح خاصه بعد ما تطورت طورت من نفسك ومن ادواتك اذا انا ابغى اكون انسان ناجح لازم انزل كل شيء يليق باسمي، ان لما انا اشوفه افتخر ان هي انا كتبت هالشيء. زين كون انت عندك دار نشر، شو رايك بالنشر الالكتروني الحين؟ قاعد نشوف دور نشر الكترونيه بس وتكثر الكتب الالكترونيه. صراحة أشوف موضوع النشر الإلكتروني أنا ما أعيده. أنا دوما كل ضيف ما يعيد وأنا أعيد، كل يقول الورق الورق، بالعكس أحلى شيء الورق. تعرف نحن الكتاب لما نشم ريحة الكتب شفت في حد قالها. أنا شوف أنا أحب أقرأ، لكن من فترة في تطبيق طلع تسمع الكتاب أنت، فأنا استأنست عليه وايد. وأنا رايح الدوام أبدأ أشغل التطبيق هذا خلص لي صفحة، وأنا رايح خط طويل خلصت يمكن نص الكتاب، فأحس بالمتعة أكثر على فكرة. بس كقارئ في متعة بقراءة الكتاب مع ريحة الورق. هو لأن أنت أساساً تسمع الكتاب، تسمع الكتاب تشغل كل حواسك أيضاً حتى اللمس. الكتاب الرقمي هو في وايد تطورات، الكتاب الصوتي الكتاب الرقمي. أنا مع وضد في نفس الوقت. ليش؟ لأن إذا صار خانة التلفون فقاعد أقرأ الكتاب وصل لي أي مسج على طول راح ادخل المسج اسحب على الكتاب ارجع كمل. بس شوف في الوقت الحالي عندنا في وايد ناس اذا رتبوا شنطتهم اول شيء يحطون الكتاب. زين حتى وانا قاعد اقرا الكتاب وصلني المسج بحط الكتاب اشوف المسج برجع بكمل. اللي يقرا صدق على هذه اللي يقرا صدق اللي يدخل في عالم الكتابه او في العالم الثاني اللي هو الخيال يخلي التلفون على سايلنت. لا انا مو بالحد ما حدا يمنع. انت شوف لو تشوف واحد صدق يقرا حاول تقاطعه وهو يقرا شوفك كيف يتنرفز. مروه انت صح تحطي تليفونك على الساينة؟ هي تقرين؟ هي خلاص انت خبريني متى عشان اتصل ان شاء الله. اوكي ازعجها. علي انا ابغى اعرف عن كتابك اكثر، خبرنا عنه اكثر. قلت ان اول مره نشرته عقبها شليت النسخه وسويت مره ثانيه الكتاب بصيغه اخرى. وقريت بين هذه الفترات اشياء تحفيزيه، هل اصبح الكتاب خلينا نقول اكثر تحفيزي؟ هو الكتاب بنفس مواضيعه، زدت عليه مواضيع اكثر بس الصياغه تغيرت. يعني قبل كان الكتاب في لهجه عاميه، وعقب ما نشرت الكتاب شفت ان اللهجه العاميه تعتبر ضعف في الكتابه.
كتابي عبارة عن قصة حياة شاب يمر بصعوبات تحديات كثيرة بحياته. كتبت كيف يجتاز هالصعوبات تحديات في مواضيع عن الحب عن الأهل وأمور اجتماعية. كتبت قصتك الواقعية؟ احنا لازم توضحونا الكتاب بشكل كامل يتكلم عني انا شخصيا. يا سلام هاي جاوبني. قال شو قال الحين لحظه قال توضحوني الكتاب يعتبر يعبر عن قصتك الواقعيه نعم او لا؟ نعم نعم هي. انا بقرا الكتاب الحين صار عندي فضول اكثر اعرف اي والله ولا هو شكله يسوق الكتابة تدرين؟ لا لا ما يسوق على فكره هو شوف انا لان قبل شوي اللي يعرفني صدق واللي قريب مني كل شيء راح يقراه في الكتاب راح يعرف ان هذا يلمسني انا. شو اسم الكتاب؟ نعم. شلون اتذكر؟ القليل من فلسفتي. فلسفتي القليل من فلسفتي. القليل من فلسفتي. على فكره كان يرد على الانستغرام للناس مثل ما خبرتنا الحين للمتابعين يوم يقولوا له ان انت مفلسفجي وتتفلسف القليل من فلسفتي. فالجميل انك عندي. استخدمت كلمه من كلماتك اللي كنت تنشرها من هاي. الاساس يعني فهو فعلا يعبر عن شخصيتك احس. هاي. لان دائما في مرحله المراهقه المراهقين وصلهم انتقادات كثيره ما شاء الله والناس وايد تتحبط فانا عندي عباره دائما اكتبها في الاهداء اقول ان الحياه جميله جدا ولكن بها صعوبات كثيره وليس الجميع يستطيع اجتياز هذه الصعوبات فانت يا عزيزي اضع لك قانون يرشدك نحو النجاح وهو لا مستحيل في الحياه لا فهذا فلس. قانوني انا لا مستحيل حبيت ان حتى الاهداء في شيء كلمات تحفيزيه هاي لان كل التوفيق لك دائما نشوف ان المراهق لازم نشجع نحن ونعطيه دافع عشان يبذل ويطلع كل اللي عنده ان شاء الله وان شاء الله نقرا مو بالقليل الكثير من فلسفتك بعد ان شاء الله مستقبل. شكرا لك علي المرزوقي اصغر ناشر عربي شكرا ونورتنا نورتنا ولا هلا هلا في مروه لمعتيكم ها ان شاء الله حياك الله انت تعرفين مروه لما يقولون خليك شنب لا لما في ضرابه ولا شيء نحن عاد نقول خليك شنب لا تخاف روح زين واطلع هي انا بكمل لك شو يعني اطلقت شركه غبشه فيلمز الشركة هذه اللي أطلقت الشركة الإماراتية للإنتاج السينمائي الإعلان التشويقي الخاص بفيلم خلك شنب أكيد هذا يا عبد العزيز تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المبارك في أغسطس المقبل خلونا نشوفه ويا بعض شباب شو اللي استوى البارحة؟ ليه متى بنتم نشرد من الناس ما نعرفهم؟ أناكي قسم وجهك خش يا دنيا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون يا خان اسكت I would have made you his baba توكل 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 خليك شنب خليك شنب مشاهدين الكرام علشان نتعرف أكثر خلونا نعرف أكثر نخليك شنب معنا عبر الهاتف مباشرة مخرج الفيلم الأستاذ هاني الشيباني أهلا وسهلا فيك مساك الله بالخير مساك الله بالنور سروري أهلك المجموعة اللي موجودة في الفيلم يعني ما شاء الله عليهم بروحهم جو صراحة فعلا كانوا جو يعني حتى خلف الكاميرا كانت أجواء مثل ما يقولون هستيرية يعني من الضحك والسوالف يعني نعم فعلا استمتعنا فترة قصيرة نعم لو تكلمنا عن الفيلم أكثر الفيلم طبعا كانت يعني كان نتيجة لاتحاد ثلاثة من المنتجين قررنا مع بعض أن احنا يعني نبحث عن قصة نبدأ من خلالها بكرة إنتاجنا لعمل فيلم إماراتي مقاييس تكون يعني مناسبة للسوق المنافسة فيه صارت يعني وايد صعبة وشركات عالمية وشركات كبيرة فكان لازم يعني نوحد الجهود مع بعض عشان نقدم منتج إماراتي متميز نواجه فيها هذه المنافسة الكبيرة وبحثنا عن نص مناسب ولقينا ظلتنا في فيلم خلك شنب اللي كتبه الاستاذ خالد الجابري الكاريكاتير المعروف وبدينا يعني مراحل انتاجه وكانت النتيجه يعني ان شاء
وصلنا له حاليا هو خلك شنب. ممتاز. نعم. خلك شنب. استاذ هاني، هل فيلم خلك شنب جذب جمهور السينما العريض والمتعطش للسينما الإماراتية؟ والله نتمنى، يعني نتمنى أن يجذب. أنا بعد في طور التجهيز الفيلم. نعم. وللحين معرض للجمهور، بس أتمنى أن يعني من خلال ردود الأفعال على التيزر أو التشويق الإعلاني اللي عرضوها من شوي، أتمنى إن شاء الله أن يعني تكون تجذب الجمهور لمشاهدة الفيلم خلال العرض إن شاء الله في عيد الأضحى القادم إن شاء الله. الوجوه الشابة اللي مشاركة معاكم لو تكلمنا عنها. طبعا هي يمكن تمثل وتظهر على شاشة السينما الكبيرة لأول مرة، ولكنهم لهم السوشيال ميديا خلال. نعم. منصات السوشيال ميديا طبعا معروفين، والسوشيال ميديا يعني قدمتهم وقدمت مواهبهم. طبعا الكثير يعني يتعامل مع شباب السوشيال ميديا شيء من التصغير او التقليل من الشأن، لكنهم بالحقيقة مواهب كبيرة جدا. يمكن ما كان لهم حظ الظهور في منصات ثانية التلفزيون او المسرح، ولكن من خلال السوشيال ميديا فعلا ابرزوا مواهبهم، وان شاء الله السينما تقدمهم بشكل يعني يعطيهم حقهم ويعطيهم قدر موهبتهم بالصوره المناسبه ان شاء الله في هذا الفيلم ومستقبلا كذلك. نعم. استاذ هاني، خبرنا عن الاستثمار في صناعه الافلام التجاريه السينمائيه بمعايير حديثه. طبعا الفكره جت من انه يعني بعد سنين طويله من اتجاه السينما الاماراتيه لأفلام النخبويه، كان لازم يكون في توجه باتجاه السينما التجاريه ومخاطبه الجمهور العادي الموجود في الشارع من خلال اعمال ترفيهيه جميله تصلح لجميع افراد العائله، يستطيع من خلالها ان يعني يروح ينتقي فيلم اماراتي من وسط المنافسه الكبيره من الافلام العالميه الامريكيه والهنديه والعربيه. فكانت عشان يعني محتاجه مواصفات خاصه عشان تقدر تجذب الجمهور هذا، يترك كل هذه الافلام ويتجه لمشاهده فيلم اماراتي. نعم. فكانت كان هذا هو الهدف، وكان يعني بعد عدد من التجارب اللي بدات تنتشر في السينما ودور العرض السينمائيه خلال السنوات الماضيه، افلام اماراتيه صرنا نشوف يعني كل شهر او شهرين نحصل فيلم اماراتي موجود في دور العرض. صحيح. اصبح في اهتمام اكثر من قبل. اي فحبينا ان احنا يعني نشارك في هاي الظاهره ونقدم اعمال يعني فعلا يكون مردودها طيب في ذهن المشاهد. نعم. وسعيد طبعا انا يعني احب اني اذكر ان حاليا في عيد الفطر ايضا في فيلم اخر موجود يحقق نجاح جميل اسمه راشد ورجب، فهاي كلها يعني. وقبل كم شهر كان في فيلم العم نادي، كلها افلام اماراتيه جميله ونجحت يعني في التواصل مع الجمهور. نتمنى ان شاء الله احنا نكمل هذه المسيره ان شاء الله فيلم خلك شنب يحقق التواصل هذا مع الجمهور. نعم. ان شاء الله. استاذ هاني الشباني مخرج فيلم خلك شنب، كل التوفيق لكم بالفيلم ويا رب تلاقون كل النجاح فيه. يا رب. تسلمين اختي. مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم لبرنامج 7 على 7، خليكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من هذا بعد هذا الفاصل السريع. طبعا البيئه مهمه جدا والمحافظه عليها اهم، وهذه وصيه ابونا الشيخ زايد طيب الله ثراه الله يرحمه ويغفر له. وبمناسبه يوم البيئه العالمي 2019، مجموعه عمل الامارات للبيئه تكرم المؤسسات الحكوميه والاكاديميه والشركات. صحيح يا عبد العزيز، وايضا تكرم الافراد والاسر الذين حققوا اعلى النتائج في برامج وحملات المجموعه لاعاده التدوير يا عبد العزيز. طبعا عشان نتعرف اكثر معانا هنا في الاستوديو الاستاذه حبيبه المرعشي رئيس مجموعه عمل الامارات للبيئه بدبي. يا اهلا وسهلا فيك استاذه. اهلا وسهلا فيكم وشكرا على دعوتكم الكريمه، وحياكم الله وعيدكم مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك علينا وعليك ان شاء الله. كيف الامور؟ طيب الحمد لله. طيب زين، الحديث عن الهدف من إقامة حفلة التكريم هذا اللي انتم سويتوه. البرنامج هذا طبعا نحن كل سنة نسويها بمناسبة يوم البيئة العالمي، وصار في يوم 5 يونيو، بما انه كانت اجازات العيد فسويناه يوم 10 يونيو. هي منصة تحفيزية
ومنصة تكريمية للاعتراف بأبطال المحافظة على البيئة. ما في إنسان ما يحب يتكرم ويشكر على مجهوداته الطوعية. فكل الناس اللي يشاركون معنا خلال العام في برامجنا المختلفة لإعادة التدوير من ناحية تطوعية طبعاً هذول كلهم يسوونها. لازم يكون في منصة اللي من خلالها نكرمهم. فنحن طبعاً درجنا على إقامة الحفل هذا من 22 سنة. ما شاء الله. الحمد لله. فكل سنة يعني المجتمع تعود علينا أن نقيم البرنامج. بس كل سنة طورنا وكبرنا الموضوع. وبدينا ببرنامج بس تجميع علب الألمنيوم، والحمد لله اليوم عندنا 6 برامج متكاملة على مستوى الدولة وشاملة كافة شرائح المجتمع. مثل ما ذكرت في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في المؤسسات الأكاديمية، العائلات، فكل شريحة بما يتناسب مع البرامج اللي هو مشارك فيها. بعد ما طبعا نجمع الهدف الأساسي منه أنك أنت تغرز في أفراد المجتمع حب البيئة وتزيد الوعي فيهم وتخلق نوع من الثقافة أن خلاص يوم يشتغلون في المجال هذا ما بيقدرون يرجعون مرة ثانية ويرمون النفايات بطريقة عشوائية. صحيح. والحمد لله يعني من يوم ما بدينا البرنامج هذا لين الحين الكميات اللي تم تجميعها وتوصيلها إلى مصانع إعادة التدوير وتفاديها من دخول مناطق الردم كميات ضخمة جدا. يعني مثلا أنا بعطيك عن الورق، نحن من يوم بدينا لين اليوم أكثر من 17 مليون كيلوغرام من الورق حولنا مساره من المناطق الردم إلى المصانع لإعادة التدوير. وكذلك بالنسبة للبرامج الثانية، الزجاج، أحبار الكمبيوترات، الموبايلات، البلاستيك اللي هو طبعا يعتبر من أسوأ أنواع النفايات المتواجدة. وحتى يعني شعار السنة هذه كان مكافحة التلوث البلاستيك في المحيطات، فنحن نركز على المواضيع هذه. والحمد لله يعني كمية مثل ما يقول مساحة مناطق الردم اللي نحن حافظنا عليه من خلال البرامج تقريبا 110 ألف متر مكعب من مساحة مكبات النفايات. واليوم عندنا استراتيجية وطنية أن نحن المفترض خلاص بعد ما نستعمل مناطق الردم نحول النفايات إلى موارد أخرى للاستفادة منها في صناعات ثانية، وحتى نحولها إلى مصادر طاقة. فالجهود الحكومية متواجدة، ونحن كمؤسسة غير حكومية نرفد جهودنا في على المستوى الوطني لتفعيل وتحفيز المجتمع بكافة شرائحه. أستاذة حبيبة، ليش اخترتوا هذا الوقت بالذات علشان الحفل؟ مثل ما قلت مناسبة عالمية. ونحن دوم نطبق المبدأ اللي يقول فكر عالميا وطبق محليا. فبما إن مناسبة عالمية بتلاقين الناس يعني تجاوبون معاه بطريقة طبيعية، فيساعد على تسليط الضوء على المواضيع المحلية أيضا والمشاركة في الجهود المحلية. يعني الهاشتاغات اللي حطيناها لقت تجاوب على مستوى العالم، وحتى كان عندنا يعني قنوات تلفزيونية يغطون اليوم في نشاطنا من تايوان، من إنجلترا. فيعني الموضوع له أهمية عالمية والناس لها اهتمامات بيئية على مستوى العالم اليوم. نعم. زين، أهم الفعاليات والبرامج اللي أنتم سويتوها في المجموعة لو ذكرتين. يعني من الأشياء اللي مثلا نسويها في نسوي الفن من النفايات. الفن؟ الفن من النفايات، وهذا يعني نشجع فيها طلبة المدارس أن ينظرون للنفايات مش نفايات كمصادر موارد، فيستفادون من عنده في صناعة أشياء اللي هم بيستفادون منها في المحيط المدرسي. وتلاقي كثير منهم يسوون أشياء حلوة، يعني يستفادون منها في المختبرات، في الصفوف، في البرامج الترفيهية اللي عندهم في المدرسة، ويساعدهم في البرنامج هذا. عندنا نربط برامجنا لإدارة النفايات مع برنامج التشجير من أجل إماراتنا نزرع. بدينا البرنامج هذا في 2007 وأطلقناها تحت منظومة أن كيف نحن نتعرف على الأشجار المحلية المعمرة وشو فائدتها بالنسبة لبيئتنا المحلية، وكيف هي توفر الموئل الطبيعي للحياة الفطرية أن يعني ينمو ويزدهر في تحت الظروف المناخية الصعبة اللي نحن عندنا. فما شاء الله من خلال البرامج هذه لين اليوم نحن نجحنا في زراعة وتجهيز
2,096,000 شجرة وأكثر. ما شاء الله رقم كبير جدا ونجول الفخر. والحمد لله يعني جهودنا يعني واضحة ومش في إمارة واحدة، على مستوى الدولة وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة. فالناس يوم تجمع النفايات بالإضافة للهدايا اللي نحن نعطيها مثلا في المدارس، نعطيهم الأجهزة اللي هم يحتاجونها في المدرسة، يعني مثلا كمبيوترات، اللابتوبس، أجهزة النسخ، الأشياء هذه كلها اللي فعلا البيئة المدرسية محتاجتنا. بالإضافة إلى هذا نحن نعطي فرصة لزراعة أشجار محلية في الإمارات المختلفة. نعم. أستاذة حبيبة، خبرينا عن فائدة إعادة التدوير بشكل عام. فوائدها المجتمعية كثيرة، لأن أنت جالسة تفعلين دور المجتمع بحيث أنه يكون جزء من الحل، جالسة تبنين الولاء والانتماء للوطن، جالسة تقربين الجنسيات المختلفة المتواجدة بحيث يشتغلون مع بعض كأسرة واحدة، وهذه مهمة جدا بالنسبة لنا. نفعل دور المجتمع الطلابي بحيث أنه نبنيهم يكونون قادة بيئيين في المستقبل. بالإضافة إلى طبعا الفوائد البيئية، النفايات هذه يوم تعيدين تدويرها أنت توفرين ماء، توفرين طاقة، وكذلك تحافظين على الأشجار. يعني مثلا كل طن واحد من الورق يتم إعادة تدويره نوفر 17 شجرة من القطع في أي مكان في العالم. فالعمل المحلي هذا يالس يكون له تأثير على المستوى العالم. تعرفين الغابات اليوم مهددة، في عندنا غابات كثيرة، وطبعا هي موجودة كحزم، يعني موجودة في قارة آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، وكثير من الغابات هذا اليوم تحت تهديدات كثيرة. فاللي نقدر نسويه نحن كمجتمع نحافظ على الأشجار هذا من القطع طبعا جهود لها مردود. تتفقون ويا المدارس أستاذة حبيبة؟ نعم. علشان تجمعون الأوراق المستخدمة. نعم. لإعادة. نعم. تدويرها. نعم. صحيح. ونشجع المدارس وايد، كل سنة يعني نعطيهم مثل ما ذكرت برامج متكاملة، نشارك مع شركات القطاع الخاص لوضع مراكز أو حاويات لفصل النفايات. نعم. ومن هنين ندرب الطلبة على. صحيح. الثقافة هذه. صحيح. بخصوص الطلبة، دوما الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله. نعم. ترى كان اهتمامه الكبير بالبيئة. نعم. وبالزراعة وبالجانب. نعم. هذا. صحيح. حتى الوعي اللي كان يتكلم فيه عن البيئة يعني قبل 30-35 سنة. نعم. 40 سنة حتى. نعم. كان وعي، يعني الناس كانت تستغرب هذا الاهتمام، وفعلا كان الاهتمام اللي شفناه نحن من قبل سبب رئيسي أن بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولله الحمد والمنة وفضل الوالد المغفور له الشيخ زايد، اليوم من أفضل البيئات وأقلها تلوث. نعم. وهذا دوما من الاهتمام الكبير اللي حطاه الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه. أنا أعتبر نفسي تلميذة في مدرسة الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. وايد تعلمت ولازلت أتعلم، كل مقولة من مقولاته تعني لي الكثير، وترجمها على أرض الواقع من خلال البرامج اللي نحن نسويها. مثل ما ذكرت جيل المستقبل بالنسبة لي كان يعني كثير، ونحن نركز في برامجنا التعليمية على المجتمع الطلابي. يمكن 75% من نشاطاتنا مركزة على المجتمعات الطلابية والمؤسسات الأكاديمية. مثل ما ذكرت حب البيئة والزراعة والتشجير، وهذا اللي دفعنا لنركز على زراعة الأشجار المحلية والمحافظة عليها، وكذلك تعريف المجتمع بأنواع الأشجار اللي هي بالنسبة لنا وبالنسبة لدولة الإمارات مهمة ولها فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية. نعم صحيح. لاحظنا مؤخرا أيضا عبد العزيز وأستاذة حبيبة أن صار في فصل للنفايات فعلا في مكان الأوراق. نعم. في مكان الأشياء الجامدة أو الزجاج بنية إعادة تدويرها. نعم. على البحر، المولات، وأيضا لاحظنا في الحدائق. نعم صحيح. نعم. وحتى يعني مثلا نحن يوم نسوي حملات التنظيف من خلال حملة نظف الإمارات السنوات اللي نسويها كل سنة، لاحظنا زيادة عدد المشاركين سنة عن سنة وتوسيع وزيادة المواقع اللي ننظفها، بس كمية النفايات اللي جالسين نجمعها تخف. معناه أن المجتمع بدأ يستوعب الفكرة وبدأ يدخل في المنظومة، ومثل ما ذكرت أن عملية ثقافة فصل النفايات
استوى جزء لا يتجزأ من المنظومة المجتمعية ودخل في النسيج المجتمعي. وكذلك المصانع، يعني في مصانع اليوم الحمد لله في دولة الإمارات لإعادة تدوير عدد لا بأس من الأشياء، يعني الورق، الزجاج، علب الألمنيوم، أحبار الكمبيوترات، الموبايلات، الأشياء هذه كلها عندنا مصانع محلية. النفايات الإلكترونية وتعتبر نفايات خطرة، هذه كلها من الأشياء اللي يتم إعادة تدويرها اليوم في دولة الإمارات. أستاذة حبيبة حتى مروا مشاهدينا الكرام، أنا دوما قاعد أشوف إن في دولة الإمارات سلة النفايات اللي هي التنوع فيها مثلا الأوراق جهة والبلاستيك جهة، نعم. ما قاعد نشوفها بهذا الاهتمام وبهذا التوسع في الدول الثانية. نعم في المنطقة قصدك، يعني في المنطقة حتى في دول ثانية مش بهذا الاهتمام اللي موجود هنا. يعني الحمد لله في دولة الإمارات نادرا ما تشوفين يعني سلة واحدة لكل شيء، لا لازم تحصلين ثلاث ألوان. أصبح أيضا عبد العزيز أصبح في يعني أحس إنه وعي عند الأشخاص إن فعلا الأشخاص والناس أصبحوا متعاونين اليوم، إن فعلا تحسين أصبح في وعي وفي استهجان من الشرائح المجتمعية يشوفون حاجة تصرف بطريقة غير صحيحة، في وعي أكثر، في ناس تتكلم. يعني يوم تشوفون مثلا زمان كنا نشوف ناس تفتح درايش السيارات وترمي، اليوم وايد الظاهره هذه خفت حتى في المناطق المفتوحه. يعني لازلنا نلاحظ مثلا في البر وكذي في نفايات ترمى بطريقه عشوائيه، بس مثل ما ذكرت خفت عن الاول، لان الحين صاروا يستحون ان يفر الشخص، يفر هذا من الدريشه، ينزل دريش الموتور ويفر يستحي غير القانون صار عيب. حتى لما نروح البر ونحن نقعد في مكان قبل لا نروح صار عيب، يعني خليت القانون صار عيب ان انتوا قاعدين هنا وهالوسخ موجود، صار سلوك داخلي. الحمد لله فعلا. وعلى فكره يوزعون اكياس قمامه الكبيره السوداء في البر، يوزعونها على شخص على وهذا سلوك حضاري صراحه، يكون المكان اللي جالسين عليه. فشيء وايد حلو، دليل انه فعلا اصبح في وعي عند الافراد، انه كثير من الامهات يجون يقولون يعني من المدرسة الطلبة بدوا، فالطفل يقول الأم ولا الأبونا ليش ترمي في النفايات، هذا ممكن نفصله أنا بأخذ المدرسة. فبدت ونحن نبغي يا ريت من خلال المنصة هذه نركز على المدرسين والمدرسات، لهم دور كبير. كل ما هم يسوون ترى في ميزان حسناتهم، يعني هي المفترض يخرجون عن نطاق الوظيفة، هذا واجب وطني ورسالة، رسالة نبيلة يا ليت أن كل حد فعلا يدخل فيها، وخاصة المؤسسات الأكاديمية هي فعلا مركز للأشياء هذه. نعم. شكرا لك أستاذة حبيبة المرعشي، رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة في دبي، شكرا لك. شكرا لك، نورتينا أستاذة حبيبة. شكرا، ما قصرتوا. بنروح لموضوع عبد العزيز، خلينا نشوفه بعد. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامج الوقائية بجمهورة باكستان الإسلامية. طبعا وأعلنت دائرة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت في جمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية شهر أبريل عام 2019، حيث نجحت الحملة في نتائجها الإجمالية في إعطاء 407 ملايين و440 ألف و930 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني. خلونا نشوف هذا الفيديو وياكم، راجعين لكم.
نعم الله يطول بعمر والدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. يعني دوما العمل الخير هو نهج لكل إماراتي، يعني هذا الشيء اللي تعلمناه من والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد. طبعا راح نروح وياكم مشاهدين الكرام لمشاركة نادي الشارجة الدولي للرياضات البحرية في بطولة الاتحاد الدولي العالمية للدراجات المائية، واللي أقيم أكيد في إيطاليا، وفوز متسابقين من دولة الإمارات بالمركز الأول والثاني في فئة واقف جي بي 2 للدراجات المائية. وبنتعرف أكثر يا عبد العزيز بهذا الموضوع ومشاهدينا ويا ضيوفنا اثنين اللي جايين من إيطاليا، بس ما يبوا لنا شيء بيتزا ولا شيء نتسلى فيها. معنا سلطان عيسى أحمد الحمادي الفائز بالمركز الأول في بطولة الاتحاد الدولي العالمية للدراجات المائية فئة جي بي 2 في إيطاليا، وكذلك مع ولد عمه عبد الله عبد الرحمن أحمد الحمادي الفائز بالمركز الثاني في بطولة الاتحاد الدولي العالمية للدراجات المائية جي بي 2 في إيطاليا. يا مرحبا فيكم. يا مرحبا وسهلا ومبروكين ورفعتوا الرأس. الله يبارك فيك. كيف أموركم؟ كل شيء تمام. زين، منو راح نبدأ ويا منو الحين، مع سلطان ولا عبد الله؟ منو الأكبر؟ الذهب عند الذهب. الذهب بس منو الأكبر؟ سلطان. سلطان، سلطان مبروك. الله يبارك فيك. كلمنا عن شعورك وعن المسابقة اللي رحتوا لها أنتوا البطولة. أول شيء أحب أقدم شكر خاص لنادي الشارجة الرياضات البحرية. نعم. على دعمهم لي المشاركة في هذه البطولة. الحمد لله أنا قدرت إني أحصل على أول بطولة عالم من 4 سنوات تقريبا. الحمد لله. وأحب أهدي هذا الإنجاز إلى شيوخ الإمارات، شعب الإمارات. وإن شاء الله يكون القادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بالنسبة لك عبد الله، شو مدى أهمية المشاركة في مثل هذه السباقات؟ كنت بكح وراحة الكحة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ومبروك الفوز. الله يبارك فيك. أحب أشكر نادي الشارجة الدولي للرياضات البحرية على دعمهم لا محدود، وأحب أهدي هذا الإنجاز لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأحب أشكر شعب الإمارات على دعمهم لنا. الحمد لله حصلت على المركز الثاني في بطولة العالم، هاي أول مشاركة لي. لا بالعكس، نحن اللي نشكركم ونحن اللي نبارك لكم. إنزين، خلينا أسألك سلطان عن فئة الجي بي 2، شو هاي الفئة؟ كلمنا أكثر عنها. هاي الفئة تكون قبل فئة المحترفين كبار. الحين محترف كبير يعني. محترف بس أنا اللي الفئة اللي شاركت فيها السكيت جي بي 2 هي هاي الفئة. تقريبا أنا عبد الله أصغر ناس. الناس اللي ويانا متسابقين كلهم فوق 25 سنة. ما شاء الله. يعني الحمد لله أنا وعبد الله أخوي قدرنا نتفوق عليهم، يعني الحمد لله أن الأول والثاني أول مرة تستوي في الإمارات في البطولة يعني. ما شاء الله عليك. يعني أنتوا عيال عم وربع وأنت أكبر عنا بشوية، خذوا الذهبية وروحوا تسلوا عليهم، رحتوا هناك شوية غيرتوا الجو. أخوان نحن. أخوان ما شاء الله. أخوان. هي أخوان. هي لا بس أخوان. هي أوكي. جميل، رجعت شفت الاسم مرة ثانية. شككتوا في عمره. خبرونا عن دور نادي الشارجة للرياضات البحرية في تشجيعكم لدخول هذه المسابقة. بالنسبة لك عبد الله. أول شيء نحن بدينا مع نادي الشارجة حين هاي 3 سنة. الحمد لله إنجازاتنا وايد الحمد لله، يعني حققنا 3 مرات بطولة العالم في الولايات المتحدة في أمريكا، وحققنا النادي الشارجة بطولة العالم اللي في تايلند بطولة ملك تايلند. ما شاء الله، يعني مو بهذا أول إنجاز لهم، إنجازات ثانية. ما شاء الله. زين، تخلوني وكيل أعمالكم. حاضرين. ها حاضرين. خلاص اكون وكيل اعمال. ليش تشارك وياهم؟ ليش وكيل اعمالهم؟ خلاص انا اكون مدرب وكيل اعمال اشارك. ما راح علي القطار مثل ما يقولون. زين، لا بعدك ما شاء الله. والله تشوفين كذا صغير يعني، او انه يعني الحين انت عين شيبه. زين سلطان، كلمنا لما انت كنت تحدثنا عن المجريات اللي صارت في السباق وشو شعورك وانت كنت طالع الاول. والله عيشنا الاجواء اللي كانت موجوده. اول شيء بتحدث يعني كيف كان السباق. قبل السباق طيق حفوز، يعني تتوتر تدخل السباق انت متوتر. نعم. فاهم شيء انك تكون مركز. الحمد لله يعني دخلنا السباق انا عبد الله مركزين. فاول جوله ما توفق عبد الله اخوي، فانا كنت الاول في اول جوله. فعبد الله اخوي الجوله الثانيه شد على عمره، والجوله الثالثه شد على عمره. فهني انا مخذت الاول في الجوله الاولى. خلاص يعني كنت مجمع النقاط، كنت مريح حق الجولات الباقيه. ما شاء الله. ف يعني هي اساسا من 3 جولات. ثلاث جولات. هي 3 جولات.
وسباق افضل زمن. ها السباق افضل زمن يكون انك عشان تختار الصف اللي انت تصف فيها. فالحمد لله يعني توفقنا يعني. وبعد احب اهدي بعد مو بهدي احب اشكر ابوي وعمي عبد الرحمن الحمادي وابوي عيسى الحمادي. وبعد شكر خاص حق مدربي اللي هو اسسني على هاي اللعبه اللي هو علي اللنقاوي. وبعد لا ما انسى ان اشكر رئيس الاتحاد اللي كان متواجد ديانا. نحن بعد من هنا نوجه لهم التحيه ونشكرهم فعلاً. ونبارك لهم ونحن فخورين فيكم. انتوا اكيد شرجاويه. انا الصراحه يعني انا عيناوي. عيناوي منو؟ عيناوي. عيناوي؟ لو شرجاويه كانت كملت ذهب في ذهب الدوري وفايزين. لا وين عيناوي من الصغر. يا سلام. خبرونا عن ايام التجهيزات للسباق. اول شيء تجهيزات كانت قبلها بشهر. كنا نتمرن في رمضان قبل الفطور بساعه. ما كنتوا تتعبون؟ لا قبل لا الصايمين لا عادي. تمرين اول شيء تمرين قبل الفطور يكون خفيف. جري جري عادي وعقب الفطور نروح الصاله نتمرن حق السباق. والحمد لله يعني هالانجاز يا تعب وجهد. الحمد لله. كم عمرك؟ 16. 16. نفس الـ نفس الـ نفس العمر ونفس المرحله الدراسيه بعد هنا نفس الصف. في البدايه قال ان سلطان اكبر من عبد الله. شهور يمكن شهور. انا اكبر عنه تقريبا بسبع شهور. سبع شهور. نفس الصف. لا هو عام هو متقدم. هنا انت عام هو متقدم يعني ادبي هو علمي. يلا زين زين يعني حتى تغيروا شويه على اساس شو انا منو اسطر ادبي ولا العلمي؟ العلمي اكيد. العلمي اكيد يعني ما يبالها. منو عصبي سلطان ولا لا؟ لا عادي. لما يشجعك وكذا يقول لك يلا يلا روح روح عصبي ولا عادي؟ لا عادي متعود عليه. متعود عليه؟ احيانا في بعض الربع لما يكون مشاركين في مسابقه ولا شيء يكون عصبي فيقول لي يلا روح روح. لا تشجيع يعني مو تحفيز. تحفيز تحفيز. ايه انزين. فيوم نشوف عمرنا نحن حتى في السباق الاول والثاني حتى بعد هالسباق بعد ما خلصنا بعد ما طلعت النتائج النهائيه الاول والثاني الحمد لله احتفلنا احتفاليه حلوه يعني. من اللي كان مشارك وياكم؟ وشو الجنسيات اللي كانت وياكم؟ كان من الدنمارك ومن ذكرني عبد الله. الدنمارك. الدنمارك وإيطاليا. إستونيا. من دول أوروبا يعني. جميع دول أوروبا. كل. ودول في حد من دول عربية شارك؟ دول عربية شاركوا بس مو فاتنا فات اليالس. وفات الاستعراض اللي هو فات الاستعراض فيها بعد الاول راشد الملا من فريق ابو ظبي ما شاء الله. وبعد فات اليالس اللي هو بعد اخوي اللي تاسس وياي سلمان العوضي يا فيها المركز الثاني. الدراجات المائيه يعني. وين تلعبون فيها في الايام العاديه؟ في الشارجه؟ الشارجه على طول؟ مو مخطره شويه هي؟ مو بنلعب مكان ما نلعب في يعني في صح ان هي لعبه خطره بس ما نلعب نحن في مكان اللي فيه ازدحام يعني. زين انا اتحداكم في الفجيره عندنا نحن هنا نطلع بالدراجات المائيه يوم الجمعه بتتحدوني؟ تمام خلاص؟ تمام ناخذ مروه ويانا؟ قبل التحدي انا اخاف من مروه خلت تركب ويانا عادي. لا والله هي فريقي انا تركب وياكم ليش؟ ها؟ تاخذون انتم فريقي؟ هم يبوني وبكون وكيل اعمالكم انا عبد العزيز. ها؟ نحن بندربك. وانا بتدربوني؟ لا انت يا عبد الله. ايوه تشي سلطان اوكي ولا او شيء باني سلطان. قال انا بركب مروه وياي وخلاني بروحي. ها سلطان؟ لا لا انت وياي ما يستوي. شو كان شعوركم؟ عبد العزيز الكؤوس هذه ما ادري شو يسموها دروع. دروع 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 أيوة. موجوده هنا على الطاوله. شو حسيتوا يوم سلموكم الدروع؟ حسيتوا بفرحه؟ والله الشعور ما يوصف لان الحمد لله لأول مرة النشيد الوطني يعزف هناك. نحن كأول متسابقين أول ثاني يعني من دولة الإمارات. فأول مرة نحن نسويها يعني فرحة فرحة وطن راجعين لله حتى فرحانين الحمد لله يعني. والعيد كان عيدين الحمد لله. الحمد لله عيدتوا هنا عدلة يعني. صباح العيد نحن موجودين. يا سلام العيد عيدين كان. أعطوكم عيدية زيادة على أساس شو اسمه؟ بعد الفوز. بعد الفوز لازم كبرت الوالد يزيد العيدية. زاد. الدرع الأول والثاني. الحمد لله. زين مشاركاتكم الجايه ان شاء الله في مشاركات قريبه راح تروحون ان شاء الله. ان شاء الله بتكون المشاركه في بطوله اوروبا بطوله العالم في اوروبا في بلجيكا. بلجيكا ان شاء الله اول شهر 7 ان شاء الله. اول شهر 7 يا ما بقى شيء. هي تقريبا 25 يوم. 25 بديتوا التدريبات الحين؟ هي الحمد لله ما وقفنا. ما رجعنا
بعدين بشكل مستمر. وبعدها إن شاء الله شهر 10 متوجهين إن شاء الله إلى أمريكا، بتكون بطولة العالم بعد يعني أقوى بطولة تقريبا بعد إيطاليا. هاي البطولة بتكون تقريبا 7 أو 8 أيام. نعم. فنحن إن شاء الله راح نكون مشاركين تقريبا 3-4 فئات إن شاء الله. إذا أنا نحن أهم شيء عندنا الذهب ما يختفي. إن شاء الله. يعني ما يختفي عفوا. الذهب يتم موجود تمام ان شاء الله. عقب كم من شهر بنسوي لقاء وياهم عبد العزيز، بيكونوا بعد في المركز الاول وفايزين ان شاء الله. ان شاء الله دعواتكم بس عملنا فيكم ترى ان شاء الله. يعني ان شاء الله شهر 7 باذن الله تعالى نرمسكم بالذهب ان شاء الله. ما نرضى ان شاء الله. احنا دوما نحن المركز الاول بس، ما نوم شيء ثاني ان شاء الله. تمام تمام. اي كلمه اخيره حابين تقولونها تشكرون حد؟ انا حاب انكم انتم تشكرون يعني كل واحد يشكر والده اللي وقف وياه والدته. الله خذوا عبروا. والله انا حاب اشكر اول شيء ابوي على وقفته وياي، وحاب اشكر عمي عيسى الحمادي، ما قصر يانا وقف يانا وكل شيء. وحاب اشكر شكر خاص يعني حق مدرب علي اللنقاوي، ما شاء الله عليه من صغرنا هو يدربنا وواقف ويانا ما شاء الله، ومتسابق بعد ما شاء الله. سلطان بضيف على اخوي عبد الله بعد، احب اشكر نادي الشارجه وبراستهم علي سالم المدفع، ما قصر يانا وكان رئيس البعثه ويانا بعد سعاده احمد الحسني، وكان بعد عضو ويانا من الاداره علي الزعابي، ما قصروا يانا. واشكر اتحاد الامارات اللي كان واقف يانا ورئيس الاتحاد، واشكر الشباب اللي كانوا مساعديننا هناك يعني ما قصروا يانا. كل التوفيق لكم مع عبد الله وسلطان. وانا بعد ابغى اشكر انا بعد اشكر عيسى وعبد الله سلطان وعبد الله، واشكركم واشكر عائلتكم ومدربينكم ونادي الشارجه للرياضات البحريه. والله يوفقكم وان شاء الله دوما هذه الانجازات تحققونها ان شاء الله. شكرا لكم نورتونا. حياكم الله. شكرا لك مروه. يعطيك العافيه عبد العزيز. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. أنا بالنسبة لي أقول لكم شوفكم باكر وتصبحون على خير وسعادة. ترينا باكر إن شاء الله في نفس الموعد. في أمان الله مشاهدينا.